هذا حل. خاطر اليوم زاد المشكل الاساسيه. اليوم احنا زاد مباوب اوني بارتنير افيك اون بانك نخدم معناتها افيك اون بانك اون لي كونسولت. برمي الحاجات اللي يرجعوا لنا ديما سي كل يوم التونسي باش يمشي يشري يعني يتعدى البنكه ومن بعد كيمشي البنكه ما يشريش ما يعاودش يرجع ما يعاودش يرجع مره اخرى ولا دونك هوني فما معناتها المشكله ايه معناتها ما نقولوش المشكله هذيك كان معناتها في النفق هاو حتى زاد وصيف في الدوزيام ما اليوم مازال نتصور حتى انتوما كيف كيف الايروزيون هذه اسمها اون ايروزيون دو بوفوار داشيت. راهو الطبقه الوسطى اللي كان يحكي عليها سي جلال هي اليوم كي سوفر فما الانفلاسيون كبيره قاعدين عايشين فيها. الانفلاسيون هذه دهورت المقدره الشرائيه دونك اليوم العباد يحبوا يشريوا كما قلت انت لانديكاتور دو لا دوموند موجود. العباد تحب تشري التونسي راهو مغروم بالبني صحيح. دونك لوبجيكتيف نتاع كل فرد في تونس انه يملك الدار صحيح. واذا كان ربي اعطاه اكثر يشري الثانيه لاولاده والثالثه دونك الرزق باقي في الحجره اي اون طون دو كريز. هالعوام اللي متعدين بيهم راو بالعكس اللي عنده فلوس يزيد يحطهم يبدا متني عليهم في البني اكثر من اللي حاطتهم في البنك ديما لي موبليغ فالور في اونكور بلوس توا توا اوني اون بيريود انفلاسيونيست صحيح. شنو هي الحاجه كي بو جوغولي الانفلاسيون سي لو باتيمون صحيح. ما فماش حاجه كي بو جوغولي ميتريزي الانفلاسيون كيما الانفستيسمون ايموبيلي. خاطر كي باش نحط فلوسي في دار لكن لوغمونتاسيون دو فالور الا تينو شويه الانفلاسيون اي لو روندمون لوكاتيف يخليني صحيح. خير برشا من نحط فلوسي في البنك واضح.